والسيناريو يعني كمان السيناريو صعب جدا، واصابات كورونا قبل المباراه بيوم واثنين، فكل دي حسابات كانت صعبه جدا حتى على الجهاز الفني. مظبوط. فانه عدى بكل المراحل دي ومع تغيير جهاز فني قبل يعني قبل الدور اللي قبل النهائي والنهائي، برضه دي حاجه صعبت الامور جدا جدا يعني. لكن الحمد لله التوفيق كان معانا، ودي بنحمد ربنا عليها، وما بيجيش من فراغ يعني. الناس حتى واحنا بنلعب بنكسب في الدقيقه 90، الناس فاكره ان عشان بنلعب كوره كويس في الدقيقه 90 فبنكسب. لا، الموضوع مش كوره بس، الموضوع نظام والتزام، وكل واحد عارف دوره، وكل واحد عارف مكانه. كمان يا كابتن، كل الحاجات دي عوامل بتوصلك انك تكسب في الدقيقه 90. هي مش بلس 90 مش فعلا لا من فراغ. لا لا، بتبقى الديتيلز الصغيره اللي الناس طبعًا مش شايفاها طبعا. يعني في حاجات كتيره جدا بتحصل في الكوره وبتحصل في فرقه الكوره، خاصه في النادي الاهلي، الناس ما بتكونش شايفاها بشكل مباشر يعني. بالظبط يا كابتن، بالظبط. ازاي الفرقه بتتلم، والدور اللي قام بيه الشناوي، وهتكلم فيه يمكن انا وانت يا سامي اتكلمنا في الدور ده كتير قوي، ان ده الفرق حتى شوية مع اللعيبه اللي حضروا وشافوا وشاهدوا الكواليس. اوضه اللبس يعني، في اوضه اللبس بتختلف يعني. لو بصينا لاوضه اللبس مثلا النادي الزمالك والنادي الاهلي ما بين الشوطين، اوضه اللبس النادي الاهلي كان النادي الاهلي يتمنى ان يخش اوضه اللبس او بين الشوطين كسبان واحد بالظبط. فانت هتلاقي ايه اللي ناقصك، الحاله المعنويه قلت شويه، فاللي زق الجزء دوت وكان مهم جدا كان كابتن فرقه طبعا الشناوي. طبعا الشناوي دخل بهذه الجزئيه وعلى النواحي النفسيه بشكل كبير، بالرغم حتى احنا يعني دخلنا شوط تاني مش كويسين بالدرجه المطلوبه، لكن كان مهم جدا الدور دوت.